في هذا السياق حتى تكتمل الصورة فيما يخص الاستثمار والاقتصاد والعلاقات التجارية. وحضرتك في المؤتمر الصحفي تحدثت عن أن هناك آفاق واعدة خاصة، تحدث وزير الخارجية التركي عن تصدير الغاز إلى تركيا ويعني أسهب في هذا، وقال أن هناك يمكن أن يتم تطوير هذا الإطار من ناقلات إلى ربط بين شبكات إلى الأخيرة. كيف ترى هذه الفرص السانحة، خاصة أن مصر يعني لديها فرص واعدة في مجال الغاز؟ يعني الطاقة في المنطقة من الموضوعات الهامة، مجال واسع للتعاون، لمصر إمكانيات كبيرة، وإن شاء الله يكون لها مزيد من الاستكشافات في مجال الطاقة. منطقة الشرق المتوسط بصفة عامة واعدة من الناحية العلمية، لكن كل هذه الأمور تخضع إلى التقديرات الاقتصادية والفنية، ونسير فيها من خلال المصالح، وبالتالي نحن دائما نتطلع إلى أن يكون لنا علاقات متطورة ونستفيد من إمكانيات الآخر في ضوء ما هي الفائدة لمصر وما هو العائد لديها، بشكل تكون العلاقة فيها تكافؤ وفيها تعاون، ولا يتم محاولة لأن يستخلص أي طرف من الطرف الآخر مزايا لا تكون متكافئة.